وداع أحب أن أدعو الصحف الإعلامية وكذلك القنوات الإعلامية إلى مواكبة هذه الأحداث التي تحصل الآن في الأحواز وفي القرى المجاورة لها. مآسي عظيمة تحصل هناك، سياسات ممنهجة من قبل النظام الإيراني في التخريب والتدمير والتهجير. أصدوها، غطوها، وضحوا للعالم بجميع اللغات. أيضا يعني أنا أدعو المؤسسات الإعلامية إلى الانتباه. أنا هذه رسالة إلى رؤساء التحرير في كل صحيفة وفي كل مؤسسة إعلامية سواء كانت مرئية أو مقروءة. دائما بعض الصحف تكتب خوزستان، يعني الرئيس الإيراني كما في الصورة التي تشاهدون الآن، يعني هم يقولون بأن الأحواز يعني هي خوزستان. فهل أنتم تناصرون النظام الإيراني أو تسمون بما يسمي النظام الإيراني بمثل هذه التسميات؟ أرجو أن تكون العناوين أو الإشارات التي تكتب في صحفنا وفي مؤسساتنا الإعلامية بالاسم الذي يحبه أهل الأحواز، الاسم الصحيح، الأحواز. وصلني رسائل كثيرة جدا من الداخل عن مؤسسات إعلامية لدينا تقول خوزستان. كيف خوزستان؟ هذه خوزستان، هذه هي التسمية الفارسية، التسمية التي اعتمد عليها النظام الملالي في الفترة الأخيرة، يريدون يعني طمس حتى الاسم. فلذلك أرجو من رؤساء التحرير ورؤساء المؤسسات الإعلامية التوجيه بأن أن الاسم الصحيح عندما يكون هناك أي حدث داخل الأحواز، حتى في الأحداث الرياضية دائما، حتى لما يكون هناك حدث رياضي أو مباراة يقولون مثلا فريق كذا كذا خوزستان. نتمنى أن تبقى الأحواز في قلوبنا وفي مؤسساتنا على اسمها الصحيح وعلى